جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لإجلاء مواطنيها وأبنائها منذ بدء الاشتباكات في السودان بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. مصادر مصرية مسؤولة أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان. وتضم خلية الأزمة العديد من أجهزة الدولة المعنية، وهي وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية والخارجية والهجرة. كما أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. كما شددت المصادر على أن الدولة المصرية تتابع جهود عملية إجلاء المصريين من السودان. مطار شرق القاهرة يواصل استقبال المصريين القادمين من السودان بعد نجاح عملية إجلائهم، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين. المواطنون العائدون من السودان أعربوا عن شكرهم للرئيس السيسي ولجهود الدولة في إعادتهم إلى مصر. طبعا قوة الدولة المصرية يعني حاجة فوق الوصف، وهي تختصرها في كلمة واحدة، فعلا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وفعلا يعني مصر دي حاجة فوق الوصف وفوق الخيال. الحمد لله رب العالمين ان احنا في مصر، والحمد لله ان رئيسنا عبد الفتاح السيسي، والحمد لله ان حكومتنا الحمد لله تولت كل المصريين الحمد لله في الخارج، والحمد لله. الحمد لله طبعا يعني الاول ان احنا طبعا يعني تعرضنا لمواقف كانت صعبة جدا، بس الحمد لله قدرت القيادة السياسية وقدرت القوات المسلحة انها تتدخل في الوقت المناسب، وقدرنا ان احنا نوصل لبلدنا سالمين أنا وأعضاء البعثة كاملين إن شاء الله، يعني الحمد لله. السلطات المصرية ما تخلتش عننا ولا لحظة، يعني في ظل أي وقت بنتصل عليهم كانوا بيردوا علينا وحاضر وخليكم في منازلكم، منازلكم أمان لكم من الشارع. واستمرارا للدور المصري المهم وللتسهيلات الكبيرة التي تقدمها، يواصل معبر أرقين الحدودي استقبال المصريين القادمين من السودان، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك. كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول، حيث يشهد المعبر استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال القادمين من السودان، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. وزارة الخارجية من جانبها أعلنت استمرار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين في السودان عبر الإجلاء الجوي والبري بالتنسيق مع السلطات السودانية. كما أكدت الخارجية أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة يواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.